شم النسيم أو أعياد الربيع. شم النسيم ده هو واحد من أقدم احتفالات اللي عرفها التاريخ، احتفال أنا آسف ابتدعته اخترعته الإنسانية، وتحديدا الحضارة المصرية القديمة هم يمكن أول ناس احتفلوا بهذا العيد أكتر من 5-6 آلاف سنة تقريبا. الاسم طبعا بيرجع للكلمة اللي انتوا عارفينها، كلمة مصرية قديمة اسمها شمو، هي كلمة بيقال إنها من الكلمات الهيروغليفية معناها عيد الخلق، بعث الحياة. قدماء المصريين، أنا الناس ما بتحبش أقول فراعنة بالمناسبة، بحكي لكم الحكاية دي ليه. قدماء المصريين كانوا بيعتقدوا إن اليوم ده هو يوم رمزي جدا لبداية الخلق، بداية الكون وبعث الحياة. الاسم ده زي ما كنا بنقول إن هو شمو، ده اتعرض، مش هقول لك للتحريف، ولكن اتعرض للتغيير في شكل النطق مع الزمن ومع الوقت ومع تنوع الحضارات واختلافها وتمازجها مع بعضها البعض، وأضيفت لي كلمة النسيم طبعا علشان ارتباطه بمسألة اعتدال الجو ودخول فصل الربيع وما إلى ذلك. حلو كده؟ طيب، الاحتفال ده ارتبط دايما بخروج الناس للحدائق والمنتزهات يستمتعوا بجمال الطبيعة بالخضرة وما إلى ذلك، ده بيبقى شيء جميل جدا. المصريين القدماء فعلا حقيقي أبدع وأعظم وأهم حضارة اتوجدت في هذه الإنسانية. احنا معانا على التليفون الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. اهلا وحسنا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بكل الساده المشاهدين واتسع مساء. اهلا بحضرتك. صحيح انه احنا كمصريين اول ناس احتفلنا بشم النسيم كعيد بدايه العالم او عيد بدايه الخلق؟ هو الموضوع دوت صحيح جدا، لان الحضاره المصريه القديمه كان فيها عدد كبير جدا من الاعياد. انا عاوز اقول لحضرتك ان السنه المصريه القديمه هو اللي ابتدع التقويم، وكان 365 يوم، كان كل يوم تقريبا في عيد، سواء كان عيد لاحد المعبودات، عيد خاص بالطبيعه، عيد خاص بالملك الحاكم، وغيرها من الاعياد. يعني اعياد كثيره جدا في مصر القديمه، كان من ضمنها احتفال مصر القديم بموسم نضج المحاصيل والحصاد، وده كان عيد مهم جدا عند مصر القديم، لان زي ما حضرتك ذكرت من شويه صغيره كده ان السنه كانت مقسمه الى فصل الفيضان اللي هو الاخت، وفصل الانبات اللي هو البرد، وفصل الحصاد اللي هو الشمو. فهو كان في هذا الفصل تقريبا كان بيتم نضج المحاصيل والزراعات، وده كان خير وفير بيخش للمصر القديم، زي دلوقتي احتفالنا واحتفال الدوله والسيد الرئيس بحصاد القمح، وده محصول استراتيجي مهم جدا. أيوة. بالنسبه لنا، وهو اساس الخبز، العيش اللي احنا الشعب الوحيد اللي بيطلق عليه عيش، يعني هو الحياه. وبالتالي كان مصر القديم بيحتفل بهذا النضج للمحاصيل، عشان كده كان بيسمى باللغه المصريه القديمه شوم ان سيم. شوم يعني نضج او جفاف، وسيم اللي هو المحصول الاخضر، الزراعات الخضراء، يعني نضج المحاصيل الخضراء، شوم ان سيم اللي هي جت منها كلمه شم النسيم، وهي مالهاش علاقه بكلمه شمو. يعني شمو ده فصل من فصول السنه الثلاثه اللي هو فصل الحصاد او التحريق، لما هو فصل الصيف يعني. لكن هو جه من مسمى المصري القديم شوم ان سيم، يعني نضج المحاصيل، اللي كان من ضمنها طبعا واهم حاجه فيها كان القمح. وكان المصري في اليوم دوت بيرتدي طبعا ازياء زاهيه اللي هو الكتان الابيض، ده كان رمز مصر القديمه، وبيخرجوا بقى لشريان الحياه قديما وحديثا، يخرجوا الى ضفاف نهر النيل، ويخرجوا الى الطبيعه والى الحقول والى المتنزهات، احتفالا بهذا الخير القادم ليهم وهو الحصاد. وخاصه ان كمان في الفتره دي كان بيكون عيد المعبوده رين النوتت، وهي ربه الحصاد في مصر القديمة، وليها معبد موجود في الفيوم اللي هو خاص اللي بيرجع للعصر الدولة الوسطى واكمله في العصر البطلان. يعني حتى كلمة النسيم ملهاش علاقة بالكلمة اللي احنا العربية، كلمة النسيم بالزبط. بريز يعني. بالظبط، اتفق معك تماما، ملهاش علاقة، ويعني الناس تقول ان هو جت من كلمة شمو واحنا ضفنا لها النسيم. لا، هو المصر احنا عندنا كلمة لهذا الاحتفال اللي هو عيد الطبيعة دوت، وعيد تجدد الحياة، وعيد بعث الحياة، وتفتح الزهور، ونضج المحاصيل، اللي هي شوم، وده فعل معناه نضج أو جفاف، يعني استوى خلاص. إن سيم المحاصيل الخضراء، شوم إن سيم هي شم النسيم دلوقتي اللي احنا بنحتفل بيه، واللي هو عيد مهم جدا وعيد شعبي وبيشارك فيه كل المصريين، وما هوش خاص بضيفها بعينها، لكن كلنا كمصريين بنحتفل بيها، وبناكل نفس المأكولات اللي المصري القديم أجدادنا كانوا بياكلوها وبيتناولوها في هذا اليوم، اللي هو كان يوم فرحة وبهجة وحياة جديدة وخير وفير داخل ليه، ومحاصيل داخلة بيعيش عليها طوال السنة.
طب ده كويس. طب دكتور، بما ان احنا بنتكلم شويه على مساله الكلمات واللغه والمترادفات واصول الكلام، انا مره قريت انه اللغه العربيه نفسها الفصحى فيها ما يزيد عن 20,000 مفرده اصولهم من المصريه القديمه، هل صحيح الكلام ده؟ ده صحيح 100%. حاجه غير دوت ان اللغه العربيه بالذات كمان اللغه الدارجه بتاعتنا اللي هي العاميه، يعني مش الفصحى كمان، اللغه العاميه بتاعتنا دي ما يزيد عن 20,000 مفرده او كلمه اصلها مصر القديم. واضح جدا في اسامي الاشخاص واسامي الافراد ومسميات الخاصه بيهم، وفي اسامي الاماكن الجغرافيه يعني محافظات وقرى حتى الان هي ده اسم مصر القديم، غير بقى اسامي الاكلات، بعض الاكلات اللي هي نتناولها دلوقتي اصلها مصر القديم موجود حتى الان بنفس المسمى، غير بعض التعبيرات اللي هي زي كاني ماني حتتك بتتك كحكح واسامي بقى بيومي دي جايه من بايام اللي هو المنتمي للنهر او النهري تمام، وغيرها بقى وست ابوها وست اخواتها وست الكل وست الكون، وكل ده مسمى مصر القديم، مصطلح او كلمات جايه من اللغه المصريه القديمه بتاكد ان احنا الهويه المصريه عايشه فينا وقويه جدا وواضحه جدا، واحنا لا نزال نحتفظ بجيناتنا المصريه القديمه اللي بتميزنا عن كل الشعوب، ان احنا مصريين من اصول مصريين بهويه مصريه بكيان بشكل بسلوكيات بحضاره باثار بتراث مصري صرف. يعني احنا كل الدول اللي جات لنا او كل الجامعات اللي دخلت مصر انصهرت في بوتقة مصر. صحيح صحيح. واحنا لم ننصهر في بوتقة اي جماعه او اي دوله، احنا جالنا الغزاة علمناهم اللغه بتاعتنا ودخلوا اللغه العربيه، بعكس بعض الشعوب الاخرى اصبحوا دلوقتي بيتكلموا اللغه الاجنبيه بسبب المحتلين، لكن احنا كمصريين حضاره قويه جدا يعني تتقبل كل الاتجاهات وكل الشعوب وبينصهروا في بوتقة حضارة مصر القديمة، بتدلنا الشخصية العبقرية دي وزي ما قال الراحل العظيم جمال حمدان عبقرية في المكان وعبقرية الزمان وعبقرية الإنسان المصري نفسه. صحيح. طب أخيرا، بما أن احنا بنتكلم على العادات الاحتفالية بهذا العيد تحديدا، إيه هو الارتباط ما بين العيد ده وما بين الفسيخ والأسماك المملحة، البصل الأخضر، الحمص الأخضر بين قوسين ملانة، البيض، إيه الارتباط؟ هو طبعا المصريين القدماء في اليوم دوت لو احتفال بعيد الطبيعه دوت وتجدد الحياه وبعث الحياه كان عندهم اكلات مرتبطه باليوم دوت زي ما حضرتك ذكرت كده، اهمها طبعا اول حاجه الملانه دي هو عباره عن حمص، الحمص الشام الاخضر. أيوه. لما بيمتلئ الحبه بتاعته تبقى شكلها راسها بالظبط عامله زي راس الصقر حورت، حتى ان هي في النصوص المصريه القديمه اسمها حر ان بيك يعني راس الصقر، وحضرتك لو جبت اي حمصيه بصيت فيها هتلاقي لها منقار ولها عينين هم. أيوه. بالظبط وش الصقر، فكان امتلاءها دوت دلاله على نضج المحاصيل، فكان بيتناولها خضراء قبل ما تجف اللي هي الملانه، غير كده كمان النهر النيل دوت كان انواع مختلفه جدا من الاسماك موجوده في النهر دوت قصادها مصر، مع جفاف النهر لما بيحصل فتره تحريق اللي هو برضه بيكون مع فصل الحصاد والعيد دوت في نفس التوقيت، كان بيجمع الاسماك دي الموجوده ويتم يعمل لها تمليح، وده موجود على النقوش الموجوده في المقابر المصريه القديمه بيملحها ويحفظها ويتناولها طوال السنه. هنا بقى مع بدايه دخول فصل الصيف والانسان بيفقد كميات كبيره من العرق وبيعوضها بتناول الاكلات دي. صحيح. كمان البيض دوت كان بيرمز عند مصر القديم للحياه وبعث الحياه، وكانت واحد من الرموز المهمه جدا في الحضاره المصريه القديمه للتجدد والاحياء والبعث مره ثانيه، لانه سبحان الله بيطلع حي من جماد تمام، فهو ده فكره البعث والاحياء عند مصر القديم، فكان بيحتفل بيه وكان بيتناوله كل يوم دوت، غير بقى ان البصل حضرتك كان بيطرد الارواح الشريره، ده اول حاجه من المكان، وده كان المصري القديم بيصنع منه بعض العلاجات الطبيه بيخش كتير، لانه في زيوت طياره وفي رائحه نفاذه بتطرد كل شيء سيء، انها بتنظم بدق الدم بتنظم الضغط بتنظم الدوره الدمويه، كل دوت في هذه في البصل، وكان بيسميه باللغه المصريه القديمه حجو الابيض، هو فعلا راس بتاعت البصل دوت بتكون الابيض غير الجزء الابيض يعني. كمان كان بياكل الخس، والخس بتاعهم زي بتاعنا دلوقتي يعني هو شبيه بالحاجه اسمها السريس، حضرتك في الارياف دلوقتي موجود السريس، هو ده الخس. أيوه. بتاع مصر القديم كان مر شويه لكن كان صحي جدا وكان بيتناوله، واساس يعني الرجيم او الدايت بتاع مصر القديم كان اللي هي الخضروات يا استاذ يوسف، يعني الحاجات الخضراء دي كانت هي اساس صحه وقوه ورشاقه المصري القديم في تناول الوجبات الصحيه اللي ما فيش فيها اي حاجه صناعيه او نظام غذائي قائم على الخضروات بالاساس. ده حقيقي يا فندم، ده حقيقي.
دكتور أنا سعيد جدا بالمكالمة دي وبالمعلومات اللي أفدتنا بيها، أنا بشكرك جدا جدا جدا. دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة.